بقديم الزمان قصص بعد عاشي لليوم وحكايات مرق علي سنين. رح نسافر معكم بالوقت ميات السنين ونحكي عن التاريخ الأدب والفكر. بقديم الزمان مع الباحث مروان مراد خلال شهر رمضان المبارك يومياً 2:30 والإعادة 8:30 ليلاً 2:30 بعد منتصف الليل عبر المدينة FM. السلام عليكم، أهلاً ومرحباً بكم. أقول وقد ناحت بقربي حمامة. من حديث خرافة أن الحمامة فقدت إلفها واسمه هديل، فبكته البكاء المر الغزير، وصوتت عليه بشجون، وما زالت تطرب على أطلاله وتحيا ذكراه حتى غلب اسمه على صوتها فسموه هديلا. إلى ذلك الحديث يشير شاعر من بني نهشل فيقول: ألام ألام على فيض الدموع، وإنني بفيض الدموع الجاريات جدير. أيبكي حمام الأيك من فقد إلفه، وأصبر عنها إنني لصبور. ويخاطب أبو العلاء المعرّي في داليته الشهيرة بنات الهديل، مكبرا حفظهن الوداد وتذكرهن ألفة الأيام الخوالي، بقوله: أبنات الهديل أسعدن أو عدن قليل العزاء بالإسعاد، إيه لله دركن فأنتن اللواتي تحسن حفظ الوداد، ما نسيتن هالكا في الأوان الخالي أودى من قبل هلك أيادي. وإن كان الغراب الأسحم بصوته المشنوء القبيح طالع شؤم لدى شعرائنا، فلقد غدا الحمام يهيج صبابة الشاعر بنوحه الشجي، إذ يذكره أهلا ضعنوا وارتحلوا، أو حبيبا هجر وفارق، أو بان عنه المزار، فيجاوبه بكاء ببكاء ودمعا بدمع. انظر إلى جرير ما فعلت به الحمائم النائحات، لقد هاج هذا الشوق عينا مريضة، ونوح الحمام الصادحات السواجع، فذكرنا ذا الإعوال والشوق ذكره، فهيجن ما بين الحشا والأضالع. وارثي لذياك الشاعر قطعت حمامات باكيات أنفاسه بتذكيره فصلا من فصول عمره، كاد يبكي أو بكى جزعا من حمامات بكينا معا، ذكرته عيشة سلفت قطعت أنفاسه قطعا. وانظر إلى أبي حية النميري وهو صاحب لعاب المنية، يكاد يعول لتحمل حبيبته زينب وعزمها على الرحيل، ويقسم لها أنه سيذكرها مع كل دعاء ورقاء، كاد يبكي أو بكى جزعا من حمامات بكينا معا. نظرت إلى أضعان زينب بالضحى فأعولتها لو أن عوالها يغني، فوالله لا أنساك زينب ما دعت مطوقة ورقاء شجوا على غصني. وحين خرج ابن أبي ربيعة من بلده مكة إلى أخواله في اليمن، كان عاهد ألا يقول شعرا، اشتط مزاره عن فتاته، وذكرها إياه مرة قمري يغرد على الغصن فبكى محزنا مشوقا، ومن ديدنه التجلد والتأسي، فهذا ما تعرفه عنه صاحبته، ولكن لو رأت حاله اليوم لأنكرتها. هيهاتي من أمة الوهاب منزلنا، إذا حللنا بسيف البحر من عدن، واحتل أهلك أحيانا فليس لنا إلا التذكر أو حظ من الحزن، لو أنها أبصرت بالجزع عبرته من أن يغرد قمري على فنني، إذن رأت غير ما ظنت بصاحبها وأيقنت أن لحجا ليس من وطني. كان الحمام إذا ما رحل القبيل وانتقلوا إلى موضع آخر وخلت الديار إلا من أطلالهم، وقع على بقايا حيهم وخشاش أرضهم يلتقطها، فصار الحمام بهذا رمسا لخلاء الدار من ساكنيها، وكناية عن رحيل الأهل والأحباب. وهذه الحمائم الوقع طالما هيجت أشجان الشعراء وذكرتهم الأحبة والغياب. يقول جرير: وقد تساوت عنده الحمائم والغربان، إن الشواحج بالضحى هيجنني وفي دار زينب والحمام الوقع.
إن تأخر الشاعر عن اللحاق بالظاعنين قبل رحيلهم، فما تكحلت عيناه بمرآهم وما هاج حزنه قيامهم وجهازهم، فإن الحمام الوقوع في الديار بعدهم تنوب عنهم لإثارة الأحزان واستدرار الدموع، وهن لا دموع لهن. يقول قيس لبنى: فلو لم يهجني الظاعنون لهاجني، حمائم ورق في الديار وقوع، تجاوبن فاستبكين من كان ذا هوى، نوائح ما تجري لهن دموع. ولكن على الرغم من هذا، ثم شعراء أنكروا على الحمامة البكاء ولم يجدوا له عندها سببا، وكأنهم تناسوا حكايتها مع هديل، فهي حرة طليقة خلية ليست كأبي فراس الحمداني، يرزح في الأسر محزونا شجية. يقول: أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أيا جارتا لو تشعرين بحالي، أيضحك مأسور وتبكي طليقة، ويسكت محزون وينطق سالي، لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة، ولكن دمعي في الحوادث غالي. وهي بقربها أفراخها تراها فتطمئن على حالها، فكيف يكون نوحها المزيف كنوح ابن محلم الذي بينه وبين أفراخه البعد البعيد؟ يقول: وأرقني بالري نوح حمامة فنحت، وذو الشجو الحزين ينوح على أنها ناحت ولم تذر دمعة، ونحت وأسراب الدموع سفوح، وناحت وفرخاها بحيث تراهما، ومن دون أفراغي مهامه فيح. وهي ناعمة وادعة على الأفنان، لم تفقد إلفا ولا فجعت بغال، فكيف تبكي كذر الوجد المعنى الطغرائي؟ وأيكة صدحت شجوا على فنني، فأشعلت ما خبى من نار أشفاني. ناحت وما فقدت إلفا ولا فجعت، فذكرتني أوطاري وأوطاني. طليقة من إسار الهم ناعمة، أضحت تجدد وجد الموثق العاني. تشبهت في وجدي وفي طربي، هيهات ما نحن في الحالين سياني. ما في حشاها ولا في جفنها أثر من نار قلبي ولا من ماء أشفاني. بيد أنه حتى هؤلاء المنكرون على الحمامة حزنها كان شعرهم كمثل ما رأينا في سياق حزين من الضيق والوجد والحنين. شكرا لإصغائكم، وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة. بقديم الزمان مع الباحث مروان مراد، إنتاج المدينة برودكشن.